اليوم غادي نتكلموا على موضوع مهم بزاف في رمضان، هو التغذية في رمضان. الصيام هو الإمساك على الأكل والشرب كذلك، ما نساوهاش. والماء راه مهم جدا في حياة الإنسان. كيفاش خاصها تكون التغذية ديالنا؟ اليوم بغيت نتكلم عليها بطريقة معاكسة، هي شنو هي الأخطاء اللي ما خصناش نرتكبوا في رمضان في التغذية باش يكون عندنا تغذية سليمة ويكون عندنا صيام صحي، وما يكونش التأثير ديال الصيام هو الواقع، ماشي تأثير الصيام، هي تأثير العادات ديالنا. حيت الصيام كيمكن لينا نصومه بالنسبة للإنسان اللي هو مسموح ليه باش يصوم، الشروط سواء الدينية أو الشروط الصحية كيمكن لينا نصومه وما يكونش مشاكل، بل أكثر من هذا كيمكن لينا نصومه ونستفدوا من رمضان من الناحية الصحية. كنحرقوا السكريات، كنحرقوا الدهنيات، كنخفوا على جسم الإنسان، كنخفوا على القلب، كنخفوا على الرئتين. كاين أشياء اللي كنستافدوا منها، ولكن النظام الغذائي ديالنا والنظام والعادات ديالنا هي اللي كتخلينا من تكون عندنا بعض الأخطاء. الخطأ الأول شنو هو في رمضان؟ الخطأ الأول في الواقع كيبدأ قبل رمضان، هي ملي كتبدأ الأسر كتوجد في الشهوات. كنوجدوا في الشهوات، السطل ديال السلول، السطل ديال الشبكيه، السطل ديال الحلويات، ومع الأسف ملي غادي يوصل رمضان كنكونوا ملزمين باش ناكلوا داكشي اللي وجدنا. كيوليو بحال الا واحد الواجب وطني عندنا خصنا داكشي نستهلكوه في رمضان، وهذا اكبر خطا، لانه هذاك الشيء اللي كنوجدوه كله سكريات، كله دهنيات، وكنوجدوا كميات كبيره منه وكيخصنا نستهلكوها في رمضان. اذا الخطا الاول هو خصنا، الحل هو اننا قبل رمضان ما نكثروش في التهيئ ديال الشهيوات. الحلويات في رمضان وداك العادات التقليديه المغربيه في رمضان نخصوها في بعض الايام، يمكن نصف رمضان، ليله القدر، ليله العيد الصغير وكفى. ما يمكن لناش ندوز رمضان كله وحنا كنستهلكوا في السكريات وفي الحلويات المغربيه وكل يوم. هذا الاولى. في وسط رمضان الخطا الثاني هو انه كنعتقدوا بانه كنبقى نفكروا في الماكله وكنساو بانه الماء اهم من الماكله خلال مرحله الصيام، لانه الماء هو الاساس ديال العمليات الاستقلابيه كلها في الجسم ديال الانسان. ولذلك الناس كتفكر في الماكله ولكن ما كنفكروش اننا ناخذ سوائل ونشربوا الماء بزاف من اللي نفطروا الى حتى السحور. والسحور كذلك الوقت المهم بالنسبه للانسان في السحور هي طبعا غادي ياكل الاشياء اللي غادي نشوفوها، ولكن الاساسي هو خصو يشرب الماء بزاف في ما قلنا من الفطور الى حتى السحور، وبالخصوص خصو يفيق في السحور حتى الا ما كلا والو على الاقل يشرب الماء. الخطا الثالث هو انه حنا كنقولوا عندنا خارج رمضان فطور وغدا وعشاء، اذا في رمضان غادي نديروا ثلاثه الوجبات. والواقع انه حتى خارج رمضان ثلاثه الوجبات راه ماشي ضروريه. صحه الانسان كتطلب جوج ديال الوجبات كافيه في الحياه اليوميه العاديه. وملي كنديروا ثلاثه الوجبات في الايام العاديه راه ديجا حنا في تل القياس. ورمضان عندنا غير 8 سوايع ولا هذا اللي كنكونوا فيها غادي ناكلوا في الليل، واذا درنا ثلاثه الوجبات كتكون اكثر من اللازم وكتكون كميات كبيره. الجسم الانسان يعني في التطور ديال الانسان وديال البشريه، الجسم الانسان ولا كيعرف كيفاش يتعامل مع النقص. ملي كتنقصوا الماكله الانسان كيدير اضراب على الطعام، كيبقى 20 يوم 30 يوم الجسم ديالو كيعرف. كنصوموا 16 ساعه 18 ساعه، الجسم ديالنا كيعرف كيفاش، منين يجيب السكريات، منين يجيب الدهنيات، منين يجيب البروتينات، ولكن الجسم ديالنا ما كيعرفش يدبر الوفره. ملي كتكون كميه كثيره ديال الاكل الجسم ديالنا ما كيعرفش كيفاش يتصرف فيها، وهنا في كيتصابوا الامراض وهنا في كيكونوا المشاكل. الخطا الرابع هو انه الانسان كيقولوا ديالنا ما غنتسحرش، ما غنفيقش في السحور، داكشي اللي غناكلو في السحور ناكلو في العشاء، نزيدوا مع العشاء. والواقع انه الانسان في السحور هي الوجبه اللي بها غادي يدوز النهار ديالو. اذا من الضروري الانسان يدير الوجبه ديال السحور وما يزيدش السحور على العشاء، لانه كيتعشى والكميه كبيره وغادي ينعس وهنا كيكونوا المشاكل. كذلك في الخطا اخر هو انه في الفطور ديالنا كنكثروا من السكريات، كنكثروا من الحلويات، وهذا هو اللي شفنا قلنا كنهيئوا داك الشهيوات قبل رمضان، كناديو الثمن ديالهم في رمضان كنوليو كناكلوهم في الافطار. هذا اكبر خطا. ملي كنكثروا في السكريات مع الاسف اولا الهضم ما كيبقاش مزيان، كيتعطل، كتولي واحد الكسل للجهاز الهضمي. الحاجه الثانيه السكر كيطلع في الحين، وبالتالي الانسولين الجسم كيجاوب عليه بالانسولين كيطلع، السكر هذا كيتسالى دغيا، الانسولين كيبقى خدام، وبالتالي في النهار كنحسوا بالارهاق وبالتعب وبالالام
ديال الراس. كذلك في رمضان من الاخطاء اللي كنرتكبوا ما كناكلوش الفواكه والخضر، كنساوهم في رمضان، علما ان هذه الخضر والفواكه من المهم جدا، الخضر والفواكه لان فيها الالياف، الالياف هي اللي كتخدم الجهاز الهضمي، الخضر والفواكه فيها الفيتامينات، فيها الاملاح المعدنيه، ومن المهم جدا اننا نستهلكوا الفواكه والخضر اللي تقريبا كنساوهم خلال شهر رمضان. فاذا هذا كذلك من الاخطاء الشائعه. من الاخطاء اخرى هي كذلك البروتينات، اللحوم، الدجاج، عدس، بيض، حليب، هذو كلهم فيهم بروتينات وما كيخصناش ننساوهم لانهم هما اللي كيتكلفوا بناء الجسم الانسان. اذا التغذيه السليمه في رمضان هي الفطور ديالنا ما يكونش فيه الحلويات والسكريات، وفي رمضان كله نتجنبوا الحلويات والسكريات، نشربوا السوائل بزاف، نديروا واحد جوج وجبات، من الافضل جوج ديال الوجبات خلال رمضان ومن الضروري يكون السحور، الخضر والفواكه، الالياف كذلك نستهلكوها، الفيتامينات والاملاح المعدنيه راه كاينه في الخضر والفواكه وفي مسائل اخرى، بروتينات ما نساوهاش، وكذلك حتى الرياضه في رمضان راها مهمه، نتمشاو لانهم بعد ملي كنفطروا نتمشاو باش يمكن لينا نحرقوا هذوك هذوك الحراريات اللي دخلناها، كيمكن لينا نتخلصوا منها في رمضان ونحافظوا على اللياقه ديالنا. ملي كنقولوا اللياقه ديالنا ماشي غير اللياقه الجسمانيه اللي كتبان، بل لياقه القلب ديالنا واللياقه ديال الكلي ديالنا واللياقه ديال لي بومون ديالنا ديال الرئتين ديالنا، باش نحافظوا على الصحه ديالنا خلال شهر رمضان.